ايه المانع ان الواحد يعمل خير في دنيته؟ يعني احنا ايه المانع ان احنا نقتدي بالحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام: انا وكف اليتيم كهتين في الجنه. يمكن البني ادم بيعمل اخطاء كتير في حياته، فيبقى ربنا يجعلها سبب في ان ربنا يغفر لنا ونبقى مجاورين للرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامه. عماد الغزالي، أب محتضن كافل لبنوتة جميلة اسمها مليكة، ربنا رزقني بيها من أفضل النعم اللي ربنا رزقني بيها في حياتي. الموضوع بدأ معايا كانت منى من حوالي 15-16 سنة، كانت عرضت عليا الفكره ان احنا ايه المانع ان احنا نحتضن ونكفل طفله في بيتنا، احنا عندنا اولاد، فلما نجيب بنوته كمان نكسب فيها ثواب وتتربى معانا وتبقى بنتنا. فعلى طول وافقت وابتدينا في الاجراءات ان احنا نمشي ونسال ونشوف ايه اللي ممكن نعمله علشان خاطر نحتضن طفله في معانا في بيتنا. فللأسف شديد كان ولادي ساعتها، كان الأكبر كان حوالي 13 سنة والأصغر كان حوالي 9 سنين، فكانوا رافضين علشان عندنا أولاد وكده. يعني أنا منى، كنت منى عماد، دلوقتي بقت منى مامة مليكة. كانت بقى يعني خلاص بقى محدش بيقول لي غير مامة مليكة، مع اني مامة مجدي، عندي ابن كبير مجدي ومحمد. كنت مامة مجدي ولا ايه؟ مش مامة عماد، كنت مامة مجدي، دلوقتي مامة مليكة. اي حد بيشوفني يقول لي يا ام مليكة، ودي حاجة بتسعدني جدا، وقد ايه ببقى سعيدة ان هم كلهم بيقولوا شبهك. احنا في فترة البحث اساسا سافرنا السويس والاسماعيلية، فترة البحث دي كنا بنعرف في حاجه بنروح اي دار. سافرنا مره السويس ومره الاسماعيليه، لحد ما حد قال لنا بقى على ان في بنوته في المنيا، طبعا بعيده جدا، قالوا في اسوان الاول. المشرفه بتاعه الشؤون قالت اسوان ما ينفعش، انا ما اروحش اسوان، ما المشرفه لازم تيجي معانا عشان توثق الورق، قالت ما اروحش اسوان طبعا. فلما لقينا المنيا اقرب شويه رحنا المنيا. سافرنا البنت دي كنت ممكن 6-7 مرات، كنا نقعد نروح نبص عليها ونلعبهم كلهم كل الاطفال، وبعدين اروح شويه اقول له انا مشتاقه، عايزين نشوف ولادي، عايزه اشوف بنتي، واروح باخدها في حضني وابقى سعيده جدا وماشيه بالعافيه، مش عايزه امشي. لحد ما الحمد لله كنت هناك بروح اديها الرضاعات بتاعتها عشان تبقى خلاص بقت بنتي رسمي. خدت قبل ما تتم السنتين، لازم قبل ما تتم السنتين كانت بتاخد رضاعتها كامله، خدتها كامله الحمد لله قبل ما تتم السنتين. للأسف يعني حسينا ان مفيش امل، فخلاص سكتنا لغاية ما ربنا كرمنا ولقينا في سكتنا جروب اسمه كفالة، وجروب على الواتساب، وجروب الاحتضان او مؤسسة الاحتضان دي موجودة على الفيس. دخلت على جروب كفالة على الواتساب وابتديت اسأل واستفسر، فلقيت ان الموضوع بقى سهل دلوقتي عن الاول خالص، وابتديت اعرف الاجراءات ايه ومشيت في الاجراءات، والحمد لله رب العالمين ربنا كرمني ووافقت اللجنه على الظروف بتاعتي والحياه بتاعتي ووافقت لي، وابتدينا بقى ان شاء الله باذن الله نبحث عن ايه، عن مليكه. يعني بص حضرتك، هو موضوع من صلبي ومش من صلبي والكلام ده هو موضوع مهم جدا. كل واحد بيتمنى ان يكون ابنه البيولوجي بتاعه وهو اللي جايبه من صلبه والى اخره. بس ايه المانع ان الواحد يعمل خير في دنيته؟ الحياة كانت منغلقة على الناس، فكل واحد شايف اللي قدام منه وعارف بيعمل ايه ويسوي ايه. دلوقتي كل واحد بقى في حاله، فيمكن دي برضو شجعت الناس اكتر في ان مش هيبصوا ولا هنزوروا النظرة دي لطفلة او لطفل يكون يتيم يعني وبيتربى في وسط اسرة تانية. يعني شقية جدا، بقول لهم شقية، وكل الأطفال كانوا أشقية، ولادي كانوا أشقية وكانوا بيكسروا الدنيا عادي.
هي بنتي مش بشتكيش منها ابدا ان هي فيها حاجه غير طبيعيه او بقى في ضغط عليا، لا خالص. حتى اخواتها بيستحملوها لما تكسر لهم موبايل او ساعه او بيستحملوها، بنتي اتكسرت وبعدين يسكتوا، يعني متقبلينها ان هي اختهم الصغيره، متقبلينها قوي. يعني طبعا هنعمل عيد ميلادنا فين؟ عمو فين؟ عمو بيسيبوش عشان نشوف هتعملي عيد ميلادك فين. قولي له هتيجي عيد ميلادي يا عمو. قولي له هتيجي. هيبقى عندك كام سنة؟ هيبقى عندك كام سنة؟ لسه. سبعة.